في عز شهر رمضان، مداهمة منزل للدعارة يؤدي إلى توقيف 4 أشخاص. أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور مؤخرا 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ممارسة البغاء والدعارة داخل منزل بمدينة الناظور. وحسب مصدر محلي فقد دهمت العناصر الأمنية المنزل المشبوه المتواجد بحي العر الشيخ، ما أسفر عن توقيف 4 أشخاص من ضمنهم سيدتان، فيما قادت الأبحاث الأمنية إلى تأكيد تورط صاحبة الشقة المفروشة في تحويل منزلها إلى وكر للدعارة. وأضاف المصدر ذاته أن العملية جاءت إثر توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة تفيد بوجود تحركات وأنشطة مشبوهة حول المنزل الذي أضحى قبلة لعدد من الأشخاص الغرباء. هذا وتم وضع الموقوفين 4 تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديم الجميع أمام القضاء ليقول كلمة الفصل في حقهم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.